الناس خدت قرارات. واحد في ناس من صحابنا من الصغار خد 3 سنين. ثلاث سنين. كل واحد في عشان القرارات من الميدان تاخدوا من الميدان. سؤالات عالية. تمام. وانت حضرتك شايف ان قطع الطريق الوقت ده صح اللي ممكن يرجعهم ينزل عنهم من الحكم؟ مفيش بس ايه اثر الواقعة بس كده خلاص بقيت بمشي عليه.